بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس الكومستيك، أصحاب المعالي الوزراء، رؤساء الوفود، المندوبون الموقرون، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أخاطب الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري كومستيك في منظمة التعاون الإسلامي، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري لفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا لدعمه أنشطتي وبرامج الكومستيك من خلال ترأسه لهذه اللجنة الدائمة. إن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة موجة انعقادها في وقت تتعرض فيه الشراكة الاقتصادية التقليدية والتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف لتهديد مبعثه الموجة المتزايدة من القومية الاقتصادية التي بدورها تعمل على تقويض المكاسب المتراكمة من التجارة الدولية. كما أننا نجتمع في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحديات الناجمة عن الآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي، والحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة اقتصاديات هذه البلدان مع التركيز بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق التنمية الشاملة. وتجدر الإشارة إلى أن التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي سجلت زيادة مضطردة منذ عام 2004 بدأت للأسف في الانخفاض، كما هو ملاحظ في إجمالي حجم التجارة المسجل لعام 2016، والذي مثل انخفاضاً بنسبة 20% تقريباً عن الأعوام السابقة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإنه يسرني أن أشير إلى أن عمليات تمويل التجارة في منظمتنا قد استمرت في الازدياد بالتوازي مع تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات بين دول منظمة التعاون الإسلامي في القطاعين الزراعي والمالي. وبناء على ذلك، فإن وضع سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتطوير البنية التحتية والاندماج الإقليمي يحظى بالاهتمام المطلوب من جانب دولنا الأعضاء، في حين يتم تعزيز أطر التعاون الإقليمي بهدف معالجة أوجه القصور الحالية في البنية التحتية البشرية والمادية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أنشطة معظم مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي قد ركزت بشكل كبير على تنمية التجارة البينية والعمليات اللوجستية والبنية التحتية في المنظمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في تعزيز التكامل بين الدول الإسلامية، بالإضافة إلى التنمية المستدامة في قطاع إنتاج السلع والخدمات. وفي هذا السياق، فإن البرنامجين الإقليميين الرئيسيين، وهما البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا والبرنامج الخاص لآسيا الوسطى، قد برز من خلالهما مشاريع كبيرة في قطاعات التجارة والنقل والطاقة والزراعة. وتشمل الأنشطة الأخرى في هذا الصدد جسر التجارة بين المنطقة العربية وأفريقيا، وتنفيذ الطريق السريع العابر للصحراء، وخط سكة الحديد الذي يربط بين كازاخستان وتركمانستان وإيران، وبالطبع خط السكة الحديدية بين داكار وبورسودان. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، ما من شك في أن تحديات أولويات مشاريع التجارة والاستثمار سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في نموذجنا الإنمائي، خاصة وأنه يهدف إلى الحد من البطالة المتزايدة بين الشباب والفئات الهشة من السكان في دول منظمة التعاون الإسلامي. لدولنا الأعضاء ولشعوب بلداننا الإسلامية، أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى لكم جميعاً مداولات ناجحة ومخرجات مثمرة. طاب صباحكم والسلام.